صباح الخير، صباح النور، ان شاء الله نهاركم زين. 47 دقيقه على كاب افام. نرحب بكامل فريق كابيكان، دحلم زميتا في الاخراج التقني والرقمي، ملك الدوزي في المواجيز الاخباريه. شكرا لاختياركم ال 91.5 95.2 وال 105.6. نمشيو نعملوا طلع على حاله الطقس كيفاش مش تكون اليوم. ميتيو لحد 8 سبتمبر 2024 مغيم جزئيا مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالشمال والمرتفعات الغربية، حيث تكون أحيانا غزيرة ثم تشمل محليا الجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة والحرارة في استقرار نسبي. أما البحر متموج ثم مضطرب إلى شديد الاضطراب، والريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل والمرتفعات الغربية بعد الظهر وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتجه إلى القطاع الغربي. ميتيو. من أهم المواضيع اللي مش نحكيو فيها اليوم في الصحة، التعرق المفرط في اليدين وفي الساقين، الأسباب متاعو وعلاجه. داخل معنا في الموضوع دكتور فاتن طقطق، طبيبة أولى في الصحة العمومية، شاف الكوجينة طلعنين، شاف سيسي عويني، مونودراما المرايا ضمن المهرجان الجهوي للمسرح. داخل معنا خيري بن إبراهيم وعهد مشماش، جي سي إي القيروان يحضروا في حملة جديدة، أيضا سي البشير بطيب نائب مش نحكيه على مديرة مدرسة قامت بتهيئة المدرسة قبل العودة المدرسية وبتجديد مجهودها الفردي. هذه أهم المواضيع اللي مش نطرقولها اليوم في كابيكان. ترتيحة صغيرة مع الموسيقى.